أهلا بكم مشاهدينا وتغطية مباشرة جديدة تأتيكم من شاشة قناة النيل للأخبار. تغطياتنا اليوم حول أعمال قمة تجمع دول بريكس التي تنعقد في مدينة قازان الروسية، قمة تاريخية تشارك فيها مصر للمرة الأولى كعضو رسمي بعد انضمامها للتجمع في بداية هذا العام. القمة تضم 32 دولة من بينها 24 ممثلة على مستوى القادة، وهو ما يعكس أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي. البريكس الذي يضم دولا كبرى مثل البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا يسعى الى عملية إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي بعيدا عن الهيمنة الغربية التقليدية، خاصة مع التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة حول العالم. فتتجه الأنظار إلى المبادرات والقرارات التي ستخرج بها هذه القمة. في هذا اللقاء وهذه التغطية مشاهدينا نناقش أهمية هذه القمة بالنسبة للدول الأعضاء وتأثيرها المحتمل على التوازنات العالمية، وكيف يمكن لهذه القمة أن تشكل بداية لتحولات في الاقتصاد العالمي، وما هي التحديات والفرص التي يواجهها التجمع. كل هذا والكثير من الأفكار نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور بلال. أهلا بحضرتك يا فندم. شرفنا فندم. ربنا يخليك. اسمح لنا نبدأ بهذا التقرير ثم نبدأ الحوار. تمام. إلى التقرير. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى روسيا الاتحادية. للمشاركة في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قازان، وهي القمة التي مشاركة مصر كعضو كامل في التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر وموقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا. ولدى وصول سيادته مطار قازان الدولي، كان في استقبال سيادته السيد روستام مينانخانوف رئيس جمهورية تاتارستان إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، والسيد ألسور الرئيس فيتشميتش عمدة مدينة قازان، كذا أعضاء السفارة المصرية في موسكو. اهلا بكم مجددا، واسمحوا لنا ابدا الحوار مع ضيفي في الاستوديو الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي. دكتور بلال، هذه القمه توقعت في وقت شديد الحساسيه، العالم بيمر بتوترات عاليه وتحديدا في منطقه الشرق الاوسط، كيف ترى تاثير قمه اقتصاديه لهذا التجمع الشديد الاختلاف والتاثير بتغيير وجهه وبوصله الاقتصاد العالمي في هذه المرحله بهذا التواجد الان؟ بالتأكيد القمة النهاردة بتبدأ في وقت غاية في الدقة، خاصة التوقيت، يعني ظروف التوقيت انعقاد القمة في فترة بيمر بيها العالم من توترات لم يشهد لها مثيل. يعني بنشوف النهاردة توترات جيوسياسية عسكرية تقريبا في العالم كله بما بين روسيا وأوكرانيا، وأنا شايف أن دي حرب بالوكالة. يعني المعسكر الأوروبي بيساند أوكرانيا قصاد روسيا في منطقة الشرق الأوسط وهي على صفيح ساخن. يعني بنشوف النهاردة التوترات اللي موجودة في منطقتنا في الشرق الأوسط ما بين الكيان الصهيوني وما بين الفلسطينيين من جانب، ومن جانب آخر اتساع رقعة الصراع ليشهد دخول لبنان على الخط، ما بين طبعا التهديدات الإسرائيلية والإيرانية من جانب، ومن جانب آخر
الحوثيين اللي بيهددوا بشكل كبير جدا المصالح الأمريكية والإسرائيلية في مضيق باب المندب، ودي لها تأثير كبير حتى علينا احنا كدولة مصرية في انخفاض الإيرادات الخاصة بقناة السويس. وبالتالي العالم النهاردة كله على صفيح ساخن، ده من جانب الأحداث السياسية والعسكرية. الجانب الاقتصادي كان تأثير السياسة واضح على الجزء الاقتصادي، بالإضافة لعدة مؤثرات أخرى زي التغيرات المناخية اللي لها تأثير كبير جدا على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة. العالم كله النهاردة بيعاني من عدد من التحديات والأزمات تقريبا متشابهة، يعني بنشوف عندنا أزمة الطاقة، عندنا أزمة الديون اللي وصلت إلى الديون العالمية النهاردة وصلت لرقم غير مسبوق 315 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا. ده بسبب طبعا سياسة التشديد النقدي اللي اتبعتها معظم البنوك المركزية حول العالم لمكافحة معدلات التضخم الشرهة اللي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة. شفنا في تركيا 40%، وصلت في بريطانيا 10%، في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 5.5%، وصلت 6% في بعض الأوقات. وبالتالي العالم النهاردة بيمر بأزمة تغيرات مناخية، أزمة طاقة، أزمة الديون، أزمة الركود الاقتصادي اللي ضرب كل اقتصاديات العالم ومنها الصين. بنشوف النهاردة الصين وهو تاني أكبر اقتصاد في العالم بيعاني من انخفاض في معدل النمو الاقتصادي ودخوله لحالة الركود، وهو ده اللي دفع منظمة زي أوبك النهاردة إنها تلجأ إلى التخفيض الطوعي للإنتاج للبترول للحفاظ على مستويات سعرية معينة. وبالتالي أنا رأيي إن القمة جاية في توقيت غاية في الدقة وغاية في الصعوبة. العالم كله النهاردة بيتجه نحو القمة، خاصة إن قمة البريكس عدد الأعضاء اللي فيها هم حاليا دلوقتي 10 أعضاء. العشر أعضاء دول يمثلوا قوة اقتصادية كبيرة جدا، خاصة لما بنشوف إن حجم الاقتصاد البريكس النهاردة 28 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا. احنا بنشوف دول مختلفة في هذا التجمع عما هو معتاد في التكتلات الاقتصادية، دول متباينة منها ما هو اقتصادات قوية ومنها ما هو اقتصادات ناشئة. ازاي بترى هذا التجمع اقتصاديا وفايدته لأطرافه وبعضها البعض؟ حي حضرتك على السؤال ده، خاصة زي ما قلت لحضرتك ان الاقتصاد البريكس بيمثل حوالي كقوة اقتصادية 28 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا. لما نشوف ال 28 تريليون دولار ونشوف الموارد الاقتصادية لتجمع البريكس نقدر نجاوب على السؤال ده. هنلاقي النهاردة ان البريكس ده هو قوة شرائية كبيرة جدا، خاصة ان الدول الممثلة بتعادل حوالي 45% من سكان الارض، حوالي 28% من مساحة اليابسة. هناك نقدر نقول انتشار جغرافي في كل قارات العالم ممثلة في مجموعة البريكس. هنلاقي ان بيمثلوا اكتر من حوالي 40% من حجم الطاقة، لأنها دول منتجة للطاقة، بنلاقي السعودية، بنلاقي النهاردة الإمارات، بنلاقي روسيا. فبالتالي في تجمع اقتصادي كبير جدا موجود في البريكس، بالإضافة طبعا لوجود تاني اكبر اقتصاد في العالم وهو الصين. وبالتالي التجمع ده إذا ما أحسن استغلاله من خلال تجارة بينية وتعزيز شراكات اقتصادية وإضافة حاجات زي مثلا على سبيل المثال إعفاءات جمركية، إضافة عملة موحدة للبريكس، طبعا دي نقدر نقول أماني مش هتتحقق في خلال الأجل القصير، لكن تظل الأماني دي عرضة أنها تتحقق، خاصة إذا ما أمكن استغلال القوة الشرائية الكبيرة في تعزيز المصالح الاقتصادية بين الدول. خاصة أن مجموعة البريكس بتضم دول هناك مزايا نسبية لكل اقتصاد بيختلف بيها عن الاقتصاد الآخر. لو مسكنا عن التحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هنلاقي ان الهند من الدول اللي حققت نجاح كبير جدا. لما هنقول الصناعة، هنلاقي ان الصين من الدول اللي حققت تقدم كبير جدا في ملف الصناعة. هنلاقي ان روسيا متقدمة جدا في مجال الطاقة ومجال الزراعة. وبالتالي اعتقد اذا ما احسن استغلال النقاط التلاقي الاقتصادي قد يحدث انعكاس كبير جدا على التنمية الاقتصادية المحققة للشعوب المجمعة في تجمع البريكس. ايه تفسير كلمة أحسن استخدام هذا التجمع في انه يحدث طفرة نوعية لهذه الدول؟ بالتأكيد. كيف يتم إحسان الاستخدام هنا؟ زي مثلا على سبيل المثال، يعني كان هناك التجمع البريكس كل الأعضاء بينادوا بوجود عملة موحدة للبريكس. سمعنا في الفترات الأخيرة أن الهند بترفض وجود عملة موحدة للبريكس، وده كان لازم أن احنا كمحللين نبص إيه الأسباب اللي دفعت الهند على سبيل المثال مثلا أنها لا ترغب في وجود عملة موحدة. الهند هي بالنسبة لها شايفة أن الاقتصاد الأمريكي أو الآلة العسكرية الأمريكية عندها تخوفات من ردة فعل أمريكية غاضبة تجاه الهند،
ده من جانب. من جانب آخر طبعا ان الهند وبالتالي مش عايزه تدخل في صراع قوه عمله امام عمله في مع الولايات المتحده الامريكيه من جانب، ومن جانب اخر طبعا ان الولايات المتحده الامريكيه لا يخفى على احد ان هي النهارده في ظل تخوفاتها بدات يكون هناك مخاوف لتجمع البريكس، خاصه مع منادات ان يكون هناك عمله موحده، وبالتالي ده هيضعف من هيمنه الدولار وفرض السيطره الامريكيه على الاقتصاد العالمي. فبدات تروح النهارده تضرب الصين من خلال بحر الصين الجنوبي، من خلال انها تعمل معاهدات عسكرية مع دول زي تايوان في سبيل ان المنطقة البحر الصيني الجنوبي يسيطر عليها الصين سيطرة كاملة، بالاضافة طبعا لان المنطقة دي مليئة بالموارد الطبيعية زي الغاز زي البترول، وبالتالي النهاردة الهند عندها مخاوف من الولايات المتحدة الامريكية. فبالتالي ده من ضمن الحاجات اللي بتضعف فكرة ان يكون هناك عملة موحدة لتجمع البريكس. لكن خلينا اقول لحضرتك ان ده على المستقبل القريب، خاصة النهاردة بنشوف ان في ويتنج ليست للدول اللي ترغب للتجمع والدخول اكتر من 30 دولة. فبالتالي التجمع ده يمكن اكبر من اي تجمعات، يمكن ده التجمع الاقتصادي الاكبر في التاريخ الاقتصادي، خاصة لانه بيجمع زي ما قلت لحضرتك عدد كبير جدا من الدول اللي فيها اختلافات حتى في الموارد الاقتصادية والمزايا الاقتصادية. بالتأكيد نوع من التكامل بشكل لأن بالتأكيد لأن كل دولة هيبقى عندها الرغبة أنها تتبادل المنافع والسلع الاقتصادية مع الدول الأخرى. يعني على سبيل المثال لما بنشوف الأزمة اللي كانت موجودة روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب بشكل جنوني. روسيا وأوكرانيا الدولتين بيشكلوا حوالي 30% من تجارة الحبوب في العالم. فبالتالي لما يكون روسيا موجودة في تجمع زي ده، مصر موجودة وهي مصر دولة محورية كبيرة جدا، خاصة لأن شروط الدخول للتجمع لابد أن تكون الدولة لها دور إقليمي وريادي في منطقتها، لأن التجمع الهدف بتاعه أو الهدف المقصود به هو إقامة سوق مشترك ما بين الدول، تعزيز العلاقات الاقتصادية، يكون هناك انعكاس سياسي. يعني لما بنشوف أن التجمع حتى جغرافيا هو منتشر في كل قارات العالم، وبالتالي النهاردة مع وجود كل دولة بتحتفظ بجزء من الموارد الاقتصادية لديها، فبالتالي هنا يكون تخلق المصلحة لتداول وجذب المصلحة والتداول المنافع والسلع بين الدول وبعضها. ماذا لو تحقق وجود عملة موحدة لتجمع البريكس؟ هيفرق كتير جدا. أولا هيقضي على هيمنة الدولار على العالم. يمكن النهاردة الدولار تم الإضرار باقتصاديات الناشئة، يمكن أكتر اقتصاديات تعرضت للخطر والمخاطر المالية هي اقتصاديات الدول النامية. يعني الإحصائية العالمية اللي بتقول أن حوالي 315 تريليون دولار هو حجم الديون العالمية، تلت الديون دي موجودة في اقتصاديات الدول النامية والدول الناشئة. سيطرة حتى المؤسسات التمويل الدولية زي البنك الدولي زي صندوق النقد الدولي للأسف في الولايات المتحدة الأمريكية بتسيطر عليه بشكل كبير جدا. وبالتالي النهاردة لما يكون هناك بنك زي بنك التنمية الجديد اللي هو تابع ليه تجمع البريكس، ده هيبقى يعول عليه بشكل كبير جدا إيجاد آليات للتمويل منخفضة التكلفة، آليات تمويل تناسب الظروف المادية والموازنات المالية للاقتصاديات الناشئة، خاصة أن الاقتصاد الناشئ هو عايز ينمو ويحقق طفرات اقتصادية، خاصة لما بنتكلم على دول الدول موجودة في القارة الأفريقية ومنها مصر على سبيل المثال. احنا دولة عندنا موارد اقتصادية كبيرة جدا. الدول الأفريقية 60% من عدد السكان هم من الشباب، وبالتالي محتاجين ان ان يتم إعادة وتوظيف طاقات الشباب مع الموارد الطبيعية اللي موجودة وإقامة عمليات تصنيعية وقيمة مضافة بدل من تصديرها كمواد خام، وهو ده اللي كان بيحصل في السابق. وبالتالي فتجمع البريكس انا شايفه هيقدر يحقق مكاسب اقتصادية للأعضاء اللي موجودين والمنتسبين للتجمع بشكل كبير جدا، ينعكس على النمو الاقتصادي للدول المشتركة في تجمع البريكس. دكتور، كان في بعض القراءات الاقتصادية بتقول إن العالم على شفا تغير موازين القوى الاقتصادية تحديدا في اتجاه الصين باتجاه نحو عام 2040، هتكون هذه القوى بتميل إلى أن الصين تكون هي القوى الصاعدة أكثر اقتصاديا، وتبدأ كفة الولايات المتحدة، وده شيء تاريخي طبيعي يعني في الهبوط نوعا ما، ليس الاختفاء ولكن نوع ما من توازن القوى، صعود قوى وهبوط قوى بشكل أو بآخر. بأي قدر بيمهد مثل هذا التجمع لهذا النوع من التغيير؟ التجمع ده ممكن يشكل بشكل كبير جدا، يعني يمكن نقول حجر أساس نحو التغيير. ليه؟ لأن أولا بيجمع اقتصاديات بينها قواسم مشتركة، جزء منها اقتصاديات نامية. يعني لما نشوف النهاردة الاقتصاد المصري من الاقتصاديات النامية، السعودية من الاقتصاديات اللي بدأت أنها تاخد مجال كبير، الإمارات بدأ يجتمع مع اقتصاديات لديها موارد ولكن محتاجة تتجمع مع دول أخرى بحيث تمثل قوة أكبر. بالتالي لما بنشوف
النهارده حجم التجمع مجموعه البريكس وحجم المزايا النسبيه اللي بيتمتع بها اقتصاد دول البريكس ممكن تشكل حجر اساس يتم انطلاق منه الى تجمع اكبر، بدليل النهارده ان هو التجمع الاكبر على المستوى العالم فيما يتعلق بالاقتصاد. الولايات المتحده الامريكيه لعقود كبيره كانت بتسعى الى ممارسه حرب عظام وتكسير عظام لكل دول اللي تستطيع انها يعني تغرد منفرده خارج السرب، وبالتالي النهارده مع تجمع زي البريكس مع تعزيز المصالح الاقتصاديه والاشتراكات الاقتصاديه ما بين الدول مع اعفاءات جمركيه وتقديم مزايا في الصادرات والواردات ما بين يتم التصدير والاستيراد بنفس دوله عمله الدوله، وده بيحقق عدد من المكاسب من ضمنها القضاء على ازمه الدولار وازمه الدولاره اللي موجوده في العالم. الولايات المتحده الامريكيه انشات فزاعه اسمها الدولار. فزاعه الدولار دي لها تاثير كبير جدا على التبادل التجاري، لان جزء كبير جدا من الدول وخاصه الدول الناميه لم يكن في مقدورها وتتوفر لديها عمله الدولار، خاصه لان مواردها محدوده. لو بنقول على سبيل المثال دوله زي دوله مصر، احنا حجم وارداتنا وصادراتنا قد ايه؟ عندنا خلل هيكلي في ميزاننا التجاري، احنا بنستورد بحوالي 90 مليار دولار على المتوسط وبنصدر بحوالي 45 مليار دولار، في حين ان احنا لما بنلاقي بقى حجم تعاملاتنا مع دول البريكس احنا بنستورد من البريكس تقريبا تلت وارداتنا، يعني احنا بنستورد بس من دول البريكس حوالي 31 مليار دولار. دكتور اسمح لي باجراء هذه المداخله مع ضيف كريم على ان نعود للحوار، وهو الاستاذ علاء العسكري الخبير الاقتصادي استاذ العلوم الاكتواريه بكليه التجاره جامعه الازهر. اهلا بك دكتور علاء. اهلا بحضرتك يا فندم وضيفك الكريم. دكتور علاء، من وجهة نظرك انعقاد هذه القمة لبريكس في هذا التوقيت وسط عدد ضخم من التوترات السياسية في الشرق الأوسط، كيف تراه وتأثيره الاقتصادي؟ هو في البداية أهمية التوقيت وأهمية المكان كمان. نعم. احنا واحنا بنتكلم ان احنا القمة بتاعة بريكس النهاردة هي موجودة في روسيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيمثل مصر في هذه القمة، ده ليه أكثر من مدلول على المستوى العالمي، واحنا في ظل كل التوترات الاقتصاديه والتوترات السياسيه والتوترات العسكريه، الحاجات دي كلها بتاثر على كثير من المناطق في العالم. مجموعه البريكس هي اهميتها بتاخدها منين؟ من الاعضاء بتوعها ومن المؤسسين بتوعها تحديدا، واحنا بنتكلم في الصين وروسيا، والصين هي العملاق الاقتصادي الكبير على مستوى العالم، وروسيا عايزه تاخد ثاني دور في الصداره، كانت القطب، كانت احد القطبين. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تقصيها عن المشهد بشكل أو بآخر، فروسيا عايزة ترجع تاني. الرئيس بوتين عنده كثير من الأحلام إن هو يرجع تاني للزعامة في العالم، فكان فيه نوع من أنواع الشراكات بين الصين وروسيا. طبعا البريكس هي مجرد نواة، زي ضيفك الكريم ما كان بيتكلم من شوية، هي مجرد نواة لتجمع اقتصادي أكبر، وعلشان كده بدأوا إن هم يضموا الكثير من الدول، مصر والسعوديه والامارات، في كثير من دول العالم بدات انها تنضم لدول البريكس، وديت مهمه جدا علشان ان احنا نيجي نقول ان احنا في تجمع اقتصادي او قوه اقتصاديه ممكن انها تواجه التوغل الامريكي في كل مناحي الحياه الاقتصاديه بالنسبه للعالم. دكتور علاء، انت ذكرت الولايات المتحده في سياق حديثك، كيف تنظر الولايات المتحده لمثل هذا التجمع الذي يمثل تهديد اقتصادي واضح عليها، وهي التي تدخل في صراع مع كل من الصين من جهة اقتصاديا وروسيا من جهة أخرى بحرب الوكالة على أرض أوكرانيا؟ احنا شاهدنا الفترة اللي فاتت كان فيه الحرب التجارية ما بين روسيا ما بين الصين وبين أمريكا بشكل معلن، وكانت الحرب كانت معلنة ما كانتش في الخفاء، وكان كل العالم بدأ ان هو ينظر إليها بشكل كبير. الولايات المتحدة الأمريكية بتنظر لديها انها نوع من أنواع الحرب التجارية، هي كده كده ليها مصالح، ليها تحالفات، التحالفات بتاعتها مع دول أوروبا بشكل كبير، فهي واخدة الحليف الاستراتيجي بتاعها هو دول أوروبا أو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة أنها بتدور على بعض الدول في العالم الثالث أنها يعني تضفي نوع من أنواع الهيمنة والسيطرة عليهم بشكل كبير، بحيث أن هي برضو يكون عندها نوع من أنواع القوة في هذا الصراع. وده اللي الصين وروسيا بدأوا أن هم يعملوه، يقول أن احنا جبهة تانية في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا معنا البرازيل، معنا جنوب أفريقيا، معنا الهند، الدول دي كلها بدأت أنها يعني تعلن عن نفسها بشكل أو بآخر. في الولايات المتحدة الأمريكية كده كده بتدور على تحالفات من أنواع أخرى، بحيث أنها دايما تحافظ على الهيمنة أو على السيطرة بشكل أو بآخر.
النقطة المهمة اللي احنا بس لازم نتكلم فيها قضية الدولار وقضية الدولارة، هو ده النظام الاقتصادي العالمي اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا لما نيجي نغيره احنا قدامنا مش اقل من 20 سنة 25 سنة لما نقول ان الدول العالم هتبدأ انها تبعد عن الدولار وتتجه للعملات الاخرى. دي كلها محاولات، ايوه المحاولات هي بدأت النهاردة ان شاء الله انها تستمر بشكل او باخر، نطلع من هيمنة الدولار نبدأ ندخل في المعاملات او التبادل التجاري يكون بالعملات بتاعة الدول الاعضاء زي البريكس ما قررت الاجتماع اللي فات. المفترض ان احنا كلنا نحافظ على ده بشكل او باخر بحيث ان احنا نطلع من الهيمنة الامريكية او هيمنة الدولار. نعم دكتور علاء، كان في قراءات اقتصادية كثيرة بتشير إلى هزات ضخمة قد يتعرض إليها الدولار في الفترة القادمة، وهذه القراءات من اقتصاديين داخل الولايات المتحدة وقائمين على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي ده كله بيحفز اقتصاديات أخرى للظهور والبزوغ في هذه المرحلة، ومنها تجمع مثل بريكس. كيف تقرأ هذه الاستطلاعات وهذه الرؤى؟ بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية الفترة اللي فاتت بتمر بالكثير من الأزمات الاقتصادية، عندها تضخم بشكل كبير. الفيدرالي الأمريكي لما كان بيرفع في معدلات الفايدة هو يمكن بدأ بس آخر اجتماع إن هو يثبت ويخفض، لكن كان الفترة اللي فاتت إن هو يرفع معدلات الفايدة من 0.25% يوصلها لحد 5% أو 5.5%، ده كان معدل كبير جدا بالنسبة لهم. فكان في كثير من المشاكل، في مشاكل كتير زي البطالة ومشاكل اقتصادية كبيرة موجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، دي كلها بتأثر بشكل أو بآخر. لكن مع هذا التأثير احنا بنتكلم في فرق بين التأثير اللي موجود في أمريكا وعلى الدولار وعلى قضية الدولار وعلى التأثير بتاع النظام المالي العالمي. النظام المالي العالمي هو قائم على الدولار لأن هي دي العملة المعترف بها من كل دول العالم، وكل التقييمات بتاعة الدول هي بتقيم سواء صادراتها أو وارداتها بتقيمها عن طريق الدولار، ما بتقيمهاش بأي عملة تانية. النقطة التانية إن احنا حتى وإحنا بنتكلم عن دول البريكس وإحنا بنقول إن احنا النهاردة بدأنا إن احنا نقول إن ممكن يبقى فيه نوع من أنواع التبادل التجاري بالعملة بتاعة الدولة، برضو عملة الدولة أنت احتياجاتك من العملة الصعبة، مثلا لو أنا بتكلم عن اليوان الصيني، أنا احتياجاتي من الصين أنا هوفر اليوان الصيني هنا في مصر إزاي علشان أنا أشتري منهم باليوان؟ ده سؤال مهم جدا. فلازم ان انت يكون لك تصدير داخل الصين او الصين بتحتاج بعض السلع بتاعتك علشان انها تشتري منك سلعك باليوان، فانت تبدا ان انت بعد كده تستورد منهم باليوان. توازن في الميزان التجاري في التعامل بشكل او باخر، او بمعنى تاني لازم يكون عندك طلب على الجنيه بشكل او باخر، والطلب على الجنيه مش هيجي من غير تصدير، والتصدير مش هيجي من غير صناعة. فلازم يكون عندك قوة صناعية في الوقت ده علشان نيجي نقول ان هي تبادل منافع في البداية في الاول وفي الاخر بيننا وبين دول. دي نقطة شديدة الأهمية، انا بشكرك عليها دكتور علاء على اثارتها. يمكن طرحت منذ بداية انضمام مصر لتجمع البريكس. انا بشكرك دكتور علاء العسكري الخبير الاقتصادي واستاذ العلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة الازهر على المداخلة وما قدمته لنا من وجهة نظر. اعود لضيفي الكريم في الاستوديو مرة اخرى، ويمكن أنا توقفت مع دكتور علاء عند فكرة أن يجب أن يكون لدى مصر ما تقدمه لدول تجمع البريكس حتى تكون عملية اقتصادية متوازنة. يعني أنا باخد من الصين باليوان، طيب هصدر لها إيه في المقابل؟ فكيف تتوازن الحسبة الاقتصادية في وجود مصر وغيرها من الدول الناشئة الاقتصادات داخل هذا التجمع؟ يمكن دي أهم نقطة، خاصة لو احنا بنتكلم على حجم تبادل تجاري مع مجموعة البريكس. يعني سبق ان قلت لحضرتك ان حجم التبادل التجاري ما بين مصر ومجموعة البريكس حوالي 31 مليار دولار سنويا. ده تقريبا تلت اللي انا بستورده او تلت الفاتورة الاستيرادية بتاعتي اللي هي واصلة لحوالي 90 مليار دولار. ده رقم كويس كبير، رقم يعني كبير جدا. المشكلة فين بقى؟ المشكلة اللي هو الخلل ما بين صادراتي وارداتي. انا بستورد من مجموعة البريكس مكتملة حوالي 26.5 مليار دولار، في حين ان انا صادراتي حوالي 5.5 مليار دولار. فبالتالي انا محتاج هنا ايه؟ محتاج ان يكون في تنميه للمعاملات الماليه والتجاريه والشراكات الاقتصاديه ما بين مصر وما بين تجمع البريكس، خاصه وده بقى الدور اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى في كان تسجيل صوتي كان نشر منذ حوالي اسبوع كان بيتكلم على المزايا النسبيه للاقتصاد المصري والفرص الاستثمار في مصر،
خاصة أن الدولة المصرية فيها عدد كبير جدا من ملفات الاستثمار، سواء كان في ملف الطاقة، في ملف الغذاء وملف الزراعة. الدولة المصرية النهاردة بتستهدف أنها تكون دولة محورية في زراعة وتجارة الحبوب في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا نشتغل على مناطق لوجستيات موجودة للنقل. قناة السويس بتشكل حوالي 12% من حجم التجارة العالمية، دي بتسهل بشكل كبير جدا حركة التجارة مع أوروبا ومع قارات آسيا وأفريقيا. مصر بوابة الدخول الحقيقي، عدد كبير جدا من المشروعات. فبالتالي إذا أمكن بقى أن يكون هناك شغل اقتصادي يحدث في الدولة المصرية، ده هيكون ليه تأثير بقى على زيادة الصادرات بتاعتي. وبالتالي الدولة النهاردة في العموم، أنا حتى مستهدف لي الصادرات المصرية حوالي 100 مليار دولار. خاصة الدولة النهاردة تقدر تنتج أو تصل إلى حاجز 100 مليار، ممكن نقدر نحقق ده. خاصة لما أقول لحضرتك أن ملف بسيط هو ملف قطاع النسيج في مصر. قطاع النسيج وملابس الجاهزة في مصر، مصر بتصدر بحوالي 3 مليار دولار سنويا. طيب التجمع ده في الصين، وهي من أكبر الدول المنتجة للملابس الجاهزة والمنسوجات. لما أقول لحضرتك أن الرقم ده لما أجي أقارنه نسبيا بقى بحجم السوق اللي حوالينا، هتلاقي تركيا لوحدها بتصدر بحوالي 30 مليار دولار، هتلاقي بنجلاديش بتصدر ب 19 مليار دولار. أشير الحقيقه ان هذا الرقم يعتبر هزيل بالنسبه لصناعه عريقه زي ماليزيا. فندم بتصدر ب 20 مليار دولار. فانا بالنسبه لي وانا موجود على منطقه قناه السويس، انا دوله اهم مورد اقتصادي فيها اكتر من الموارد الطبيعيه هي الموارد البشريه اللي بيمثلوا حوالي 60% من حجم سكان مصر اللي هم الشباب. وبالتالي صناعه زي الغسل والنسيج والملابس الجاهزه من الصناعات اللي هي بتشتغل على الموارد البشري، انها بتستقبل اكبر عدد كبير جدا من العماله. من جانب اخر لا تتطلب طلبات رأس مالية ورأس مال كبير. وبالتالي أنا الدولة عندي فيها توطين للصناعة دي. إذا ما أحسن بقى عقد اتفاقيات وشراكات تجارية مع شركائنا الخارجيين في التجمع البريكس زي الصين، أعتقد أن صادرات مصر ساعتها يحصل تعديل لحجم الميزان التجاري ما بين صادراتنا وارداتنا، نقدر نحسب الدولار ونشتغل بالعملات المحلية والتبادل دول. خاصة أن الدولار في مشكلة كبيرة جدا، السويفت النهاردة يعني بتسيطر عليه بشكل كبير جدا الولايات المتحده الامريكيه. هو ده، لكن روسيا بتحاول مع الصين والهند ان هي تحدث عمليه استبدال لنظام السويفت بالتاكيد. هل هي قادره انها تعمل ده من خلال تجمع بريكس؟ في الوقت الحالي لا، لكن ممكن نقول ليه؟ علشان ضعف التبادل التجاري. زي ما قلنا الحاله المصريه النهارده في تعاملاتها مع مجموعه البريكس، هناك خلل ما بين الصادرات والواردات. امتى يحصل ده؟ لما يكون في تناسب. يعني انا مثلا التبادل التجاري 31 مليار دولار، يبقى انا 15 وهم 15، انا 16 وهم 15، ساعتها هيكون في توازن. امتى ممكن ينشا هذا البديل بسهوله؟ ينشا لما بنعمل سله من العملات. يعني يكون مثلا على سبيل المثال العمله الروسيه مع العمله المصريه مع السعوديه، بحيث ان يكون هناك دائن ومدين. انا ليه هو ده كان طرح في البدايه برضو في بريكس، فكره اعتقد ان ده هيكون الاقرب قبل العمله الموحده، لان اقامه عمله موحده في تحديات. الاول في عدد من الخطوات لازم نمشي عليها، يمكن اول خطوه فيها اللي هو تعزيز المنافع والتبادل التجاري ما بين الدول. هل احنا وصلنا في تجمع البريكس للنقطه دي؟ لا، لسه احنا في الاول. فبالتالي دي نقطه مهمه جدا نقدر نبني عليها. نبني عليها ازاي؟ ان احنا يكون في تبادل تجاري قوي. طب التبادل التجاري ده هيحصل ازاي؟ بعد دراسه كل الفرص والموارد الاقتصاديه في كل دوله. يعني على سبيل المثال مصر مثلا من الدول اللي عندها قطاع خصب جدا في مجال السياحه. يعني السياحه عندنا في مصر على سبيل المثال، انا بالمناسبه اكتر سياحه بتجيلي هي من السياحه الروسيه، حوالي 25% لو ضمنا اوكرانيا وروسيا مع بعض، حوالي 30% من حجم السياحه الداخله لمصر بتجيلي من روسيا واوكرانيا. طيب ملف السياحه ده محتاج ايه؟ لا، ملف السياحه محتاج اضافه في عدد الغرف الفندقيه، ان انا اتوسع في ملف الطاقه، وده من ضمن الملفات اللي الدوله المصريه النهارده وضعها على قائمه الاستثمار الاجنبي وبروج لها خارجيا، بحيث اجذب عدد كبير جدا من المستثمرين الاجانب. وبالتالي ده هيكون ليه انعكاس كبير جدا على ملفين مهمين زي ملف الصناعه وملف الزراعه. لو روسيا من الدول اللي ليها باع كبير جدا في الزراعه، من الدول الزراعيه والزراعه عندها بتتم بشكل جيد. وبالتالي الدوله المصريه في اخر 40 سنة احنا كان حجم المساحة المنزرعة في مصر 9 مليون فدان او 9.5 مليون فدان، حوالي اكتر من 30 سنة ودي المساحة ثابتة. مع زيادة عدد السكان اصبحت لا تتناسب مع عدد السكان، وده اللي دفع الدولة الفترة الاخيرة انها النهاردة توسعت باضافة 3 مليون فدان. وبالتالي الدولة لديها مخطط في زيادة الصادرات الزراعية. احنا على سبيل المثال من ضمن الدول المستوردة للقمح، يعني احنا استهلاكنا من القمح تقريبا سنويا حوالي 22 مليون طن قمح. انا بزرع منهم
حوالي 11 مليون طن قمح، فبالتالي بستهلك 11 مليون طن قمح جزء كبير جدا ممكن بنستورده من روسيا. فبالتالي انا عندي معاملات، بدل ما استورد ما ممكن ازرع عندي، وبالتالي ابدا ان انا اصدر بعض المنتجات اللي السوق الروسي محتاجه، فيصبح هناك توازن. لو حصل هناك توازن مع الاعفاءات الجمركيه وتحفيز لبعض الشراكات الاقتصاديه سواء الصادرات او الواردات، قد يصل هناك توازن في الميزان التجاري، وبالتالي يمكن هناك اضافه سله من العملات، وبالتالي اللي هي قصه المدين والدائن. انا كدوله ليا فلوس عند الدوله الثانيه، والبريكس نفسه هو ضامن للقصه، فيصبح هناك تمويل تلقائي سبونتينيوس فاينانس ما بين الدول المشتركه في التجمع البريكس. ده هيعود على مصر بعدد كبير جدا من المزايا، من ضمنها عدم الوقوع لهيمنه الدولار. مش هقضي على ظاهره الدولاره اللي دايما انا عندي عجز في الميزان التجاري بسبب ان كل المعاملات بتتم عن طريق السويفت بالدولار، وبالتالي دايما بتعرض لازمات عديده ناتجه عن زياده احتياجاتي الدولاريه عن المصادر الدولاريه الخاصه بالدوله المصريه. وبالتالي هنا هيظهر قوه الاقتصاد الحقيقي، ويتحول الاقتصاد منتج، اقتصاد يقدر ينافس الاقتصاديات الكبرى. من جانب اخر انا عندي موارد اقتصاديه في الدوله المصريه، يعني لو بنبص على خام الكوارتز على سبيل المثال، لان مصر من الدول التعدينيه وفيها جزء كبير تعديني، ولكن لظروف ما كنا بنصدر مواردنا الاقتصاديه دون اضافه قيمه تصنيعيه عليها، صورتها الخام ومواد خام، وده اللي دفع السيد وزير التجاره والصناعه انذاك من حوالي 3 سنين انه اصدر قرار خلاص مصر مش هتصدر اي موارد اقتصاديه الا بعد اضافه عمليات تصنيعيه عليها جوه الدوله المصريه. انا هنا بضرب كذا عصفور بحجر واحد، اولا بجذب استثمار اجنبي مباشر يقدر يدخل يعمل مصانع في المجال ده، المجال ده يبقى محتاج طاقه، فبالتالي انا عندي استراتيجيه وطنيه لتنويع مصادر الطاقه بحيث ان الطاقه الجديده والمتجدده تمثل حوالي 40% من حجم الطاقه، وبالتالي ان انا هقدر هصنع، وبالتالي معناها ان انا اقدر اصدر، فبالتالي اعزز الاحتياطي النقدي الاجنبي اللي كان بينزل في فترات طويله في السابق. هل في مدى زمني نقدر نتوقعه لنمو البريكس؟ ممكن من 2 لـ3 يبقى في دورة اقتصادية كاملة، يحصل تبادل للتجاري. أعتقد أن الدورة دي هتكون مهمة جدا، لأن النهاردة العالم النهاردة بيمر بعدد من الأزمات المتشابكة مع بعضها. لما بنشوف النهاردة أن منظمة الغذاء العالمية بتحذر أن حوالي 768 مليون شخص حول العالم، بما يعادل 10% من سكان الكرة الأرضية، عندهم مشاكل في نقص في التغذية. لما بنشوف أزمة الطاقة اللي هي منتشرة بسبب غول التغيرات المناخية، بتخلي المناطق الحارة تبقى باردة والباردة تبقى حارة، وبالتالي تمثل ضغط كبير جدا على الطاقة، مع وجود تغيرات مناخية شديدة العالم يشهد لها مثيل. فأعتقد أن ده الوقت المناسب للتفاعل ولإقامة علاقات اقتصادية وشراكات اقتصادية، خاصة لأن التمويل أصبح جزء مهم جدا. مؤسسات التمويل الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإفراد وفرض شروط قاسية يمكن على الدول، بتعيق الدول دي على تنفيذ مخططاتها التنموية، في حين أن احنا عندنا دول عندها وفرات مالية. يعني حتى بنشوف على سبيل المثال لو بنتكلم على التجمع، ففي مثلا دولة السعودية ودولة الإمارات هو عنده توافر نقدي متوافر معاه، وانا عندي عجز في السيوله، انا عندي مشروعات معينه وقائمه من المشروعات وموارد اقتصاديه اذا ما احسن استغلالها. وده بالمناسبه ظهر حتى في صفقه راس الحكمه. يعني صفقه راس الحكمه لو احنا خدنا مثال مبسط، هي يمكن بعيده عن مجموع البريكس، لكن انا بذكرها تحديدا لان الدولتين هما موجودين النهارده في تجمع البريكس، ومن الدول اللي انضمت حديثا في تجمع البريكس. الامارات داخله النهارده بتعمل استثمار مباشر في الدوله المصريه، هو النهارده هيعود على الامارات العربيه انها بتحقق عائد على الاستثمار كان يمكن تحقيقه في دول اخرى. في امريكا على سبيل المثال كانت ممكن تاخد الفلوس دي تستثمرها هناك، لكن انا النهارده لما بستثمرها في ارض عربيه وفي دول تجمعني بيها علاقات اقتصاديه وشراكات اقتصاديه، واحنا دول يجمعنا تجمع البريكس، اعتقد ده بيعود تماما بالنفع على التجمع بشكل كبير، انه بيقوي الدولتين سواء الدوله المستثمر لديها او الدوله المستثمره. أعتقد نحن نشهد تغير اقتصادي في العقد القادم زي ما بنشهد تغيرات سياسية سريعة، هناك أيضا تغيرات اقتصادية هي الأخرى مصحبة. أنا بشكر حضرتك دكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي على وجودك معنا النهاردة في هذه التغطية. أشكرك يا فندم، شكرا لحضرتك. أهلا بك. مشاهدينا الوقت المخصص لهذه التغطية انتهى، لكن حديثنا وتغطياتنا على شاشة قناة النيل للأخبار دوما مستمرة معكم. على رأس الساعة تأتيكم نشرة إخبارية جديدة، كونوا معنا.